صباح النور بنات، نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. اول حاجه نبدا لكم بمناظر زوينه كاينه في تطوان، بحال هاد السد هذا اللي جاي جهه بوزغلال. المهم الدخله ديالو من جهه بوزغلال، تما كنمشيو ليه. سد مزيان، بغينا ندوزو فيه النهار. على الاسف ما عرفتش الدخله، بقيت غير ماشي تصدقت خارجه في بلاصه واحده اخرى. المهم شفنا هاد الشيء في الطريق ديالنا، كنا كنوقفوا مره كنشوفوا الطبيعه وكنزيدوا شويه. اسمحوا لي على الغيبه، بزاف ديال الناس منكم سولوني، شكرا بزاف ليهم اللي صيفطوا لي ميساجات في الانستغرام اولا في الواتساب. بالنسبه للغيبه ديالي كان السبب ديالها الكوارث اللي وقعوا لي في تطوان، بحال مثلا هذه. درت واحد لاكسيدو تمايا في تطوان، دخلت في هاد الحدايد هادو، يلا جيت مع الدوره وهي تهرب بيا الطوموبيل ودخلت في هاد الحدايد، ضيعت ليهم الملك العام. صافي جاو البوليس ديك الساعات، يعني شافوا لي الوراق ديالي خداوهم وخلاو لي الطوموبيل، عيطوا على الديباناج ما عطاونيش حتى فرصه انا نعيط على الديباناج اللي خاصني بلاسيرونس ديالي، عيطوهم لانني كنت شاده الطريق وجايه مع الرومبوان، يعني خصني دغيا نزود الطوموبيل. صافي ديت الطوموبيل للدار وخلطت عليهم الكوميساريه باش نجيب الوراق ديالي ونشوف شنو غادي ندير معاهم. بطبيعه الحال اديت الواجبات ديالي كاملين ورجعت النهار كله تقريبا دوزت في الكوميساريه ورجعت. صافي في الليل عاوتاني الوالد ديالي هو يمرض، جاه شي حرق في الجن ديالو. صافي ديك الساعات هزيتو ديتو للطبيب واخا الطوموبيل كانت خاسره. المهم في الصباح كنت جبت ميكانيكي قال لي انها الداخل مزيان ما فيها والو، بدل لي غير الرويضه اللي طرطقات وهذا وحركها لي، قال لي راه مزيان بقى داكشي اللي برا غادي يقادو ليا. فاضطريت انني هزها في الليل ما لقيتش الترونسبور وهزيتو وديتو مع ثلاثه اللي ديتو للطبيب، ضربوا ليه الشوكه ما مشيت 3 ايام وهو مريض. ايوا صافي من بعد ملي دار شويه عاد مشينا لهاد السد اللي كتشوفوه هذا، مشينا حاولنا نفوجو شي شويه ونبدلو الروتين، فضروري كيوقعوا الكوارث، فماشي غير نمشيو نسافروا شي بلاصه تكونوا متاكدين زعما ان غادي يكون يعني الايام هادو كلها مزيانه، ضروري توقع شي حاجه. فالانسان خصو يكون متفائل وما يكونش كيتعصب، ويعني يحاول ياخذ الامور ببساطه. العام اللي فات وقع لينا كريس من هكذا حتى شي نهار، ونعاود لكم شنو وقع لينا في العيد الكبير اللي فات. ديما كيوقعوا الكوارث في تطوان. المهم هذا العام الحمد لله جات سليمه كما كتشوفوا بحال هكذا، يعني الطوموبيل والوالد ديالي، هي كما كتقول الحمد لله غير اللي ما قصت انا حتى شي واحد، والحمد لله كانوا ديك حدايا قبطوني وما كما كانوش، كان نزلت دخلت في الناس ولا شي حاجه اولا تقاس شي واحد، الحمد لله جات غير في الحديد. ايوا صافي النهار اللي مشينا السد بقينا شادين الطريق لحتى خرجنا في واحد البلاصه، المهم كانت قريبه للارض ديال صاحب خويا ومشينا عنده تمايا. ما تخافوش هذه ماشي ارض ديال الناس، يعني ديال صاحب خويا هو اللي دخلنا عنده تما مسكين، طحنا له كي الجراد. طحنا له واحد الشجر ديال الكرموس، دخلنا بقينا كناكلو شويش وصافي دوزنا معاهم العشيه ورجعنا بحالتنا للدار. صافي داز نهار زوين استمتعنا به، شمينا هواء زوين، مشينا للباديه كما كتشوفوا هكا فيها شجيرات والهواء زوينه ونقيه نقيه بزاف. يعني رغم الظروف اللي مرينا بها هكا كملت الكونجي ديالي وبقيت كنكمل المساريه وكنخرجوا عادي كأن شيئا لم يكن. الحمد لله انها كتجي يعني في شي حوايج بساطين، فلوس او لا حديد او لا اي حاجه بسيطه، غير يعني تبعد على الصحه وتبعد على الانسان فهي مزيانه. وهنا بطبيعه الحال فاش كنت راجعه بحالاتي كنا في واحد الباحه الاستراحه جلست كنططش. صافي البنات وصلنا للتالي ديال الفيديو. النصيحه اللي نقدر نعطيكم هي انكم تستمتعوا بالوقت ديالكم، لان النهار اللي كيفوت ما كيوليش يرجع.